السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه شوف تي في، كيف كتشوفوا هنا كتوزن الان مدينه سيا بالضبط من قرب مطار الرباط سلا. كيف كتشوفوا الاجواء هنا تبارك الله، الاجواء ديال الامطار الخير كتساقط، امطار الخير اللي هي كثيره تبارك الله كتساقط من ربي يعطينا على قد الدفع. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك وحي عبادك الميت. الحمد لله هذا الخير حنا محتاجينه، وربي ديما كيعطينا غير الخير، يعطينا غير الحاجه المزيانه. كنتمنوا كتشوفوا كلشي فرحان، حتى الطيور، الطيور راهي طالعه للسما فرحانه بهذا الخير. هادو مازال للسما، الجو غائم، مازال ان شاء الله، مازال ان شاء الله الخارجي، مازال الخارجي ان شاء الله باذن الله. انا تبارك الله الامطار كانت كثيره، هانتوما كتشوفوا معايا متابعين شنو تعمل. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. الله يرحمنا يا ربي، يا ربي سلام اختي شيئان، الله يرحمنا برحمته الواسعة يا رب، الله يرحمنا. كتشوفوا الحمد لله موجود القلق، ناشط ناشط فرحان بخير الحمد لله. أخي الرجاوي الحمد لله، الله يرحمنا برحمته الواسعة يا رب. هذا خير تبارك الله من عند الله سبحانه وتعالى، هذا خير لأن احنا مازال محتاجين كل قدرة ماء محتاجينها، بس ينتقوا السدود يعمروا الابار، وحتى الفرصه المائيه تنتعش، لان الناس في المناطق النائيه الناس راه محتاجين هاد الشتاء، لان يعني البيران خواو السدود بدك ينسفو. ولكن الحمد لله ربي كبير، ربي كبير ديما كتفكر العباد ديالو. الحمد لله كما قلت لكم متابعي قناه شوف تي في، ربي كبير ديما كتفكر العباد ديالو. الحمد لله والشكر لله. كيف كتشوفوا كلشي فرحان، الناس فرحانين، الطيور فرحانه، حيوانات فرحانه، كل شيء بهذا الخير. هذا الخير اللي عطانا الله سبحانه وتعالى لجميع انحاء المملكه. هنا خرجنا الصباح مدينه الدار البيضاء كلها امطار تبارك الله، جينا مدينه الرباط تاهي كلها امطار. اليوم حنا جينا دابا لمدينه سلا، كيف كتشوفوا تاهي تبارك الله الخير هذا تبارك الله. الحمد لله والشكر لله على هذا الخير هذا، الحمد لله والشكر لله. كيف كتشوفوا معايا متابعين شفتوا لي الزهر تاهي أشرق، الزهر تاهي ولات زوينة، نقات نقات البصرة، نقات العيون، نقات الدنيا، الدنيا صفات، الدنيا صفات. الحمد لله أخي يوسف، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. كتشوفو تبارك الله بالخير هذا، كتسمع تسمع الفراخ، تسمع الحمام هنا، هاد القلاق ناشط، القلاق ناشطين. انا دابا سرقت واحد السميشه، لي سميشه جميله زوينه، واحد السميشه تبارك الله سرقات، مع سرقات السميشه كتشوفوا الشجره اللي بان لكم، ملي سرقت السميشه وضربت في هذا الماء اللي كما كتشوفوا تبارك الله، مع هذه السميشه ومع هذه السلي هبطت دابا عطيها كثيره كثيره، واحد السحابه اللي تبارك الله جميله. شوف هذا القلق، وهنا ناشط، كلشي ناشط تبارك الله. هاد السميشه اللي سرقات دابا الجو تبارك الله زميل زوين، الحمد لله والشكر لله على هذا الخير اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الله السميشه جميله كما كتشوفوها. شوف الشجر دابا مع سقات عليه الشتا ضربت في السميشه، شوف اللون ديالها كيف ولا كيبان. هاد الشجره ديال اللوز هي اللون ديالها كيف ولا كيبان كما كتشوفوا. لله والشكر لله، ربي يعطينا على قد النفع. القلق ناشط، الطيور ناشطة، الحيوانات ناشطة، كلشي ناشط الحمد لله والشكر لله. خويا هاد البلاصة هادي هنا في مدينة سلا قريبة للمطار، قريبة للنادي ديال فريق الجيش الملكي، هنا اسمو الرعد، الرعد كنسمو الرعد. مازال الخير جاي، مازال الخير جاي ان شاء الله كما كتشوفوا الرعد، تسمعوا كتشوفوا مازال الخير ان شاء الله جاي، مازال الخير ديال قدام، مازال الخير جاي. الله يرحمنا، الله يرحمنا. الى هنا متابعي قناة شوف تي في نشكركم، والى اللقاء في بث مباشر ان شاء الله. عرفتي الجو جميل، الشتا صبات، السميشه سرقات، الدنيا تنقات، كل شيء رائع، كل شيء زوين تبارك الله. شكرا متابعي قناة شوف تي في، والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله، ونطلب الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعطينا على قد النفع.